صباح الخير عليكم البنات. انا تكون وصلت دابا 7:30 تقريبا. كيعجبني بزاف ملي كنكون هنا في العربيه، كيعجبني بزاف نفيق بكري. المتعه ديالي هي داك الصباح كتكون باقا الشميشه ما طلعاتش، وكيكون كيكون باقي ما كاينش الحال، باقي ماشي سخون، كيكون بارد. كنضرب واحد الدويره، ندوركم معايا اليوم، هنشوفهم داكشي اللي كيديروا، نصور معاكم ان شاء الله اليوم. ثم هنا كاين الحمام، هنا الحوالة. السلام عليكم. بنات هاد السلاوية مسكينة كيفاش دارت؟ دخلت هنا بنت السلوكة، خرجات بحال هكا. نضرب دورة مع الصباح، كنقطع ليهم. ها قطعت دابا السلاوي، اشي غنمشي نقطع الكرموس، راه الكرموس راه وجد. نمشي شخ نمشي شا باغاك تعطيه تاكل. هاد السلاوية تا هي وجدات. واحدة أخرى، ما شاء الله. حنا قطعنا دابا 4 ديال السلاويات، سبحان الله دغيا كيوجد. صافي هادشي اللي قطعنا، شي لاخر باقي شويه صغير. كاينين شي وحدات كبارين، هادوك غادي كيخليوهم للزريعه، كيخليهم تكتا كيبسو واقيلا تياخذو منهم الزريعه. هادشي اللي فهمت والله اعلم. النعناع اللي زوين بزاف، هو فين ما كيبغيو يعمروا اتاي تيجيو هنا تيقطعوا، كيقطعوا غير القياس يعمروا به اتاي. ريحتو غزالة تبارك الله. هذه شجرة الزفزوف، ما عرفتش واقيلا يمكن لكل منطقة كيفاش كيعيطوا له. المهم كيعيطوا له هنايا الزفزوف. هانتوما قولوا لي في الكومونتير كيفاش كتسميوه. سو كيكون هكذا. دابا هنا باقي موجودش، ما باقين وليدات صغار، وهنايا باقي اخضر باقي ما طابش. البنات هنا يرى هذا الخرشف، صافي حنا دابا غنجمعوا السلاوي. ديروا هنا حبيبي، ديروا هنا. ها الرضا، معليش نقطعوها. ميرسي عصومي. شفرجل باقي موجود؟ باقي موجود. الصوف ديالو مجمع عائلة. امتى غيوجد دابا هذا؟ شويه بدا يوجد. ان شاء الله. والكرموس راه كاينين شي وحدات اللي وجدوا فيه زوينين، كليت فيه جوج ياك. والله الا زوينين حلوين لهيه. دوك كرمات الالهي للهي، غنمشي نجيب واقيلا شي حاجه ونقطع دوك اللي انا جبت لك السلاوي. صباح الخير يا خديجة. صباح النور. تقطع الكرموس.
يلا خديجة لي بروفيسيونيل تعرف كرموسة كيفاش تعرفيها واش انت تكون كل في هاد الشريطات بحال هكا الشريطات ملي تقيسيها تكون رطبة طيبة كاينة اللي غتكون كبيرة ولكن بقى ما بقى خصها شي يومين ولا كانت قاصحة شي يومين ولا كلشي كرمة هاد الكرمة زوينة بزاف داك العام كنا درنا طاجين كرمة كيجيبيها كيجيبيها الطاجين من داك الشرف انا داك الصغير كاع ما تنزعم نقرب ليه ما كان ما شاء الله شتي مشرطة ملي كتبقي سيارة طيبة غادي تحيد بسم الله اري بسم الله كرموس كاع ما نحتاجو لنا ما انت ندخل نكب على شويه ديال الماء تتغسلها عاد باش دابا تفك بحال هادي انت مشرطه مفكعه داس كتحل تحيد تحيد واو حتى اللوين ديالها كيكون بحال بحال فاتح على فاتح على الاخرين انت هادي كبيره ولكن راه باقا قاصحه باقا انت فين مخبي انت تحلت كاع مع السلا سبحان الله دابا هادي كيتخليها هادي المحلوله كيتخليها الغبرات تخليها فهمت كاينه اللي كتكون راه واخا محلوله راه ما مقيوساش كتكون مقيوساش مغطيه انت بحال دابا هادو راه تحت الوراق كاينه اللي كياكلها الفراخ كياكلوها دابا لقاو بدادا كده هو ها هو هانتي تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هادي دابا معسله تكون معسله من داك بزاف زوف دابا هادي اللي ولا فيها بحال هكا الليمون هذيك دابا راه طابت هادو تا هما قرابين دابا هاد الشكل ديال الزفزوف اين فوا يكبر بدا اللون ديالو كي يسحيد سبحان الله هاد الفاكهه عجيبه في الصراحه بنين سبحان الله انت اللي حلا راه كلا هو الفراخ شتي تحلى الا تعطلتي عليها ياكلوها الفراخ راه كلا سبحان الله الفراخ اللي كاينين هنا شبعانين مبرعين مبرعين وهذه دي باقه واقيلا هذه باقه لا باقه شتي انت كبيره قاصحه كاع بزاف كبيره ولكن باقه هانتي هادي تاهي باقا قاصحة هانتوما هادشي اللي قطعنا تبارك الله راه قطعنا بزاف هنا كيسقيو الزيتون هانتوما كيحوضو عليه باش هداك الما ميمشيش شفتو هانتا يلاها مازال غادي نمشي نطلع حتى لهيه نسارى مزيان عاد غنمشي ندخل للدار ثم البارحة جلنا البطبوط بسم الله انا جينا صباح اخي حامرة غنقرصها ونبدا نطيب دابا توت سويت هانتوما البنات كيف كتشوفوا انا قطعتها دابا صافي بالنسبه للخبز بالخميره البلديه او البطبوط بالخميره البلديه راه شاركته معكم في فيديو سابق انا جبت هذه باش نبدا نقرص وهنا سرحت هذا الزيف غنقرص دابا وغنشعل البوط ونبدا نطيب ان شاء الله بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش البطبوط غير كنقرصو كنبدا نطيبو دائما غير كنقرصو كنبدا نطيبو ما عدا ملي كيكون الحال بارد بزاف كنخليه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه وكنبدا نطيب هانتوما انا دابا بديت كنطيب
اليوم خديجه دات لينا سكسو بالبلبوله صافي، حيت نفس الطريقه غير البلبوله اللي مختلفه، نفس الطريقه اللي كنا كتشاركنا معكم المره اللي فاتت، هي الطريقه ديال التحضير ديال البلبوله اللي كيفاش كديري لها خديجه؟ انا حيت هذه شريتها شي صايبه، ها هذه ديال البكيه، ديال البكيه ها كتب مسبسه شويه زيت العود تطلع فيها الفوره، هذا باش كنطاسها صافي. كنبدا نفس الطريقه تقريبا، نفس الطريقه ديال اللي وريناكم المره اللي فاتت، هذه هي طريقه خديجه بحال هكا كتب. يا صافي الله يعطيك الصحه، تغداو نعود نتلاقاو ان شاء الله. هنا كيف كتشوفوا كنوجدوا وجبه العشاء، انا غنديروا غير شويه ديال الروز، فديال الروز غير كتغسلوها مزيان 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 مزيان، بعد صافي غنسلقوها وغادا نزيدوا لها شويه ديال الزبيب وشويه ديال الكاوكاو ولا اللوز، غنشوف داكشي اللي كاين. ديجا غادا توجد حشوه ديال البطبوط، غادا دير فيها البصله، وشنو اخر خديجه؟ البصله والسلاوي محكوك، سلاوي محكوك، البصله والثومه، البصله والثومه بطبيعه الحال، الكمون، التوابل العاديه، التوابل العاديه والكفيته. داكوغ، هاد الشوربه عاديه معروفه غير البصله والكرعه، غنزيدو لها شويه ديال الملحه ولا كان شويه ديال الجبن البلدي صافي، ونزيدو لها شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس. واحد ملي كتكون شي حاجه يعني مختلفه عاد كنصور. هنايا السلاوي غادي تشحرو بوحدو لانه كيطلق الماء باش ما يعطلش ليها، وهنا الكفته والبصله بوحدهم حتى الاخر عاد غادي تجمع مع بعضياتهم. هما البنات كيف كتشوفوا صافي، ها هو ملي طاب ملي تشحرات السلاوي تشحر حتى دبل ومشى منه الماء، خلطناه مع الكفته والبصله والعطريه العاديه صافي. دابا غنخليوه تيبرد ومن بعد نعمرو به ان شاء الله البطبوط صافي. هنايا سميره وجدت الحاد كاع جنات، دابا كتوجد في البطبوط باش نعمروه. هي كسميره ديك الحاد كاع صافي، مبقيتيش غضبانه دابا؟ ها صافي تصالحتي معانا صافي صافي. حنا كنعمرو دابا البطبوط، غنديرو على هاد الشكل